قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. رواه الترمذي والطبراني في الكبير وأبو يعلى، وصححه الشيخ الألباني. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال البخاري: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. وساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وأحمد والبيهقي. وذكر إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شكوى بعض النساء من ضرب أزواجهن، فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. رواه أبو داود. وفي لفظ آخر عند ابن ماجة أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجة عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية رضي الله عنهم، وصححه الشيخ الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، قالت:
ولم أحمل اللحم ولم أبدن. فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. فسبقته على رجلي. فلما كان بعد خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم وبدنت، فقلت كيف أسابقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال؟ فقال لتفعلين. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة. أخرجه الحميدي في مسنده، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة مختصرا وأحمد. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي وأحمد والطبراني في الكبير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلى النسائي.
وإنما ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها، إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرم الله تعالى ذلك على عباده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري.